يلا بينا على الراديو 90 90، واحنا في انتظار مشاركتكم لسؤالنا النهارده: ازاي تزود دخلك، او ازاي ممكن تقدر ان انت تعمل دخل اضافي. رساله بقى على 91 9، او تكتب لنا على صفحه الراديو 90 90 على فيسبوك. النهارده في بقى حدث لا يمكن كده يعدي من غير ما نتكلم عنه يا رضوى، يعني 3 ابريل، تاريخ لا ينسى. لن ينسى ابدا 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 اطلاقا. بالظبط يا رغدة، يعني يمكن واحنا كمان من الاسبوع اللي فات في يلا بينا كنا متابعينه، وهو الحدث الخاص طبعا بموكب نقل المومياوات الملكيه من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضاره بالفسطاط. يمكن النهارده كلنا الحقيقه في انتظار الحدث ده، وهنتابعه اكيد، ومستنيين نشوف قد ايه يعني بلدنا جميلة قوي يا رضوى. هيبقى موكب عظيم. عايزة أقولك يعني أنا عديت من قدام متحف الحضارة، بجد حلوة قوي، يعني حسيت أنه يعني عندنا متحف رائع، والشوارع منظمة إزاي، علشان الموكب طبعا يعني هيبقى هيسير فيه. أيوة. الشوارع دي كلها واحنا هنشوفه، والعالم كله هيشوفه، فبجد حسيت بالفخر كده والاعتزاز ومستنيه النهارده جدا 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 علشان يعني اشارك، يعني ان انا في اشوف الموكب ده، وكلنا كمصريين نستمتع كده ونفخر ببلدنا ونشاهد الحدث العالمي اكيد ده. اكيد حدث مش هيتكرر تاني ابدا، فكلنا فخورين بيه، وكلنا حابين نتابعه ونتابع كل الكواليس وكل الاخبار الخاصه بيه وكل التحضيرات، وكمان نشوف بقى التطوير اللي حصل لميدان التحرير وكمان لبحيره عين الصيره والمنطقه المحيطه بمتحف الحضاره. يعني اكيد النهارده هيبقى حدث عظيم، كلنا هنقول اكيد قد ايه احنا فخورين اننا مصريين. تعالوا نتكلم اكتر عن اهمية يعني فكرة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة، نتكلم عن اهمية الحدث وقد ايه ده بيفرق، وقد ايه ده يعني وسيلة جميلة جدا جدا للتسويق لمصر عالميا كمان. فعشان كده احنا معانا على التليفون اسماء رؤوف، اسماء من وزراء من سفراء وزارة السياحة والاثار، ومهتمة جدا بالسياحة، ومهتمة تورينا الاماكن الجميلة اللي في مصر، فيلا بينا نكتشف معاها اكتر اهمية بقى موكب المومياوات النهاردة. يا اسماء مساء الفل عليكم. مساء الفل يا موسي، فال حلو يعني. أيوة. رضوات من وزراء هتبقي وزيرة سياحة في يوم من الايام. احنا اسعد يا اسماء، ومبسوطين جدا جدا طبعا ان انت معانا. خلينا كده نتكلم معاكي اكتر عن اهمية الحدث، يعني بشكل عام اهميته لينا هنا في مصر، وكمان على مستوى العالم بره قد ايه ده هيفرق النهاردة متابعة العالم كله لمصر والنقل للمومياوات الملكية. طبعا حدث كبير جدا، حدث مش هيحصل غير مرة واحدة بس في العمر، لان ده اخر انتقال هيحصل للمومياوات الملكية، يعني هيتحطوا في المتحف مش هيتنقلوا تاني ابدا، فده اخر نقل ليهم، فطبعا حدث لا يتكرر، والعالم كله مستني. العالم كله النهاردة كل القنوات العالمية في كل حتة في الدنيا هيشوفوا الحدث ده بث مباشر، فده ترويج يعني كبير جدا 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 لمصر وللحدث ده بالذات، والمتحف الحضارة وللمومياوات الملكية. طبعا في اكثر 22 موميا هيتم نقلهم، والحلو بقى ان مش هيتم بس، او الحدث مش هيكون مقتصر بس على من متحف المصري لحد متحف الحضاره، لا هيكون في احتفاليه في الاقصر واحتفاليه في الهرم مع احتفاليه نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضاره برضو في الفسطاط. فده هيخلينا برضو قادرين نشوف باقي اماكن مصر الاثريه الجميله يعني، وننقلها طبعاً كمان طبعاً للعالم ونعرفهم اكتر بيها. طبعا اكيد، يعني اكيد هتكون احتفاليه عظيمه، موكب مهيب زي ما بنقول عليه، حدث تاريخي كبير جدا بنفخر بيه كلنا، يعني هو حدث صراحه خلى المصريين قد ايه فخورين ان احنا عندنا حضاره عظيمه، قد ايه الهيبه بتاعه الملوك اللي هيمروا النهارده في الموكب، والناس كلها تشوف العظمة بتاعت تاريخنا اللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي. هذا رأيي ان العالم كله نكون محض احترامه بسبب الحضارة بتاعتنا والتاريخ بتاعنا العظيم، فالملوك دول النهاردة العالم كله هيشاهدهم وهم بيتم نقلهم في موكب مهيب جدا، ففخر فخر ان احنا من البلد دي وان احنا بنشوف ده، وده عندنا احنا كمصريين. صحيح.
أسماء كمان الحقيقة أنه مش بس الموكب ولكن متحف الحضارة نفسه تم تطويره، وهيكون فيه قاعة مجهزة على أعلى مستوى يعني لاستقبال المومياوات فيها. برضو لو تكلمينا عن الفرق ده وقد إيه هنشوف بقى تطور في فكرة العرض كمان للمومياوات الملكية بعد انتقالها لمتحف الحضارة. أنا عارفة أن أنت كمان هتروحي وهتصوري وهتعملي دعاية جميلة من خلال السوشيال ميديا أكيد للموضوع ده بإذن الله. عايزة أقولك مش متحف الحضارة بس اللي تم تصويره من ساعة مناقشة موكب المومياوات، ولكن سيادة الرئيس أمر بتصوير كل الطريق اللي هيمشي منه الموكب لحد ما يوصل لمتحف الحضارة. من أول متحف، من أول ميدان التحرير تم تصويره، وضع المسلة، وضع الكباش، لأن الملوك لو عارفين أن الملك لما كان بيمشي كان بيبقى ليه لازم طريق اسمه طريق الكباش اللي هو بيمشي فيه الموكب بتاعه ده أيام المصريين القدماء، فحطوا لهم الكباش برضو في ميدان التحرير لأنهم هيمروا من هنا احتراما ليهم. جددوا كل البيوت أو العمارات اللي في الطريق ده، دهنوها بدهانات موحدة، إضاءات بشكل جميل جدا، زينوا الميادين كلها اللي هيمر منها الموكب لحد ما نوصل بقى متحف الحضارة. منطقة عين الصيرة كلها تم تطويرها بالكامل، والبحيرة والمكان نفسه حصل فيه حدائق وكافيهات ومطاعم بيتم تجهيزها دلوقتي عشان يكون مكان سياحي كل اللي هيجوا يزوروا المتحف يقدروا يتنزهوا حواليه منظر رائع. المتحف نفسه بقى يعني قمة في الجمال. أنا رحت زرته قبل تقريبا شهور وعملت فيه فيديو برضه كان حلو قوي عن المقتنيات اللي موجودة فيه. فعلا وروحتي عند البحيرة وصورتي يا أسماء، كان يعني فيديوز حلوة جدا. تسلمي تسلمي يا رغبة، يعني هو فعلا المكان هناك رائع، ودلوقتي كمان بقى أحلى ما كنت مصورة بكثير. الحلو بقى إن هم عاملينه في قاعة المومياوات اللي هيتعرض فيها المومياوات في المتحف الحضارة، إن هي عاملين الحيطان كلها بلون أسود، حاطين يحسسك إن أنت دخلت مقبرة فعلا، وادي الملوك يعني الله. أنت طريقة العرض نفسها يعني متطورة جدا 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 لعرض القطع الاثريه عندنا في مصر، والناس كلها تنبهر. يعني الناس هتشوف النهارده فعلا وهما بيتحطوا وهما بيتعرضوا في المتحف هتنبهر من طريقه العرض اللي اول مره تحصل عندنا في اي متحف جوه مصر. طبعا هيتحط كل ملك بالتابوت جنبه والتابوت بتاعه، ليه اضاءات معينه، والقاعة زي ما قلت كلها هتكون تحسسك ان انت دخلتي مقبرة فرعونية أو كأن جوه المقبرة بالظبط الملكية. ده هنشوفه حقيقي عبر الشاشات النهاردة، لكن طبعا هو مفتوح للجمهور من بكرة يا أسماء مش كده؟ مفتوح للجمهور من بكرة، لكن مش هيتم الناس تقدر تشوف المومياوات إلا بعد يوم 18 إبريل صح كده؟ بالظبط بالظبط، لأن لسه هيتم بقى ترميمات بسيطة وتجهيزات علشان تكون يعني كل شيء جاهز للجمهور. فاحنا في انتظار 18 إبريل، يعني لازم كل مصري يروح المتحف فعلا وياخد ولاده واصحابه واهله ويتفرجوا فعلا على الحضارة الجميلة العظيمة دي. صحيح صحيح، يعني دي حضارتنا وتاريخنا، أجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم، اللي سببوا لنا تاريخ عظيم بنفتخر بيه قدام العالم كله. العالم كله النهاردة قاعد مستني يتفرج على الملوك. أنا عايزة أقولك بس فكرة بفكرة نقل المومياوات أو الموكب، لأن سيادة الوزير دكتور خالد العياني كان لسه بيتكلم فيها، وبصراحة عجبتني جدا وحابة أقول للناس اللي ما سمعهاش يلا بينا ليه في موكب. يعني القصة دايما بيتم نقل أثار من متحف لمتحف وعمرنا ما سمعنا قصة الموكب دي أبدا. فالفكرة هي نبعت من دكتور خالد العياني سيادة وزير السياحة والآثار، لما بيقول ان هو اتفرج زمان على فيلم اجنبي وكان الفيلم ده بيحكي عن نقل موميا رمسيس الثاني لما راحت بره مصر، وقد ايه هم عملوا لها سجاده حمراء من اول السياره واطلقوا اعيره ناريه اول ما وصلت، وكمان استقبلوها استقبال رئيس الجمهوريه. فقد ايه بينوا للعالم كله ان الموميا الملكيه دي ليها احترام خاص وهيبه وعظمة كبيرة جدا جدا العالم كله بيحترمها. فاحنا يوم ما هننقل بقى احنا المصريين اللي هم دول اجدادنا، يوم ما هننقلها لازم نعمل اكتر من كده بكتير، اكتر من الغرب عمل. طبعا بالفعل دي ارضهم واحنا بنحتفل بيهم ان هم هيمروا تاني من الاماكن دي،
وهنعمل لهم احتفال مهيب جدا، موكب مهيب جدا، العالم كله يشوفه ويتفرج عليه. حقيقي فكرة عظيمة سيد جدا المدير فكر فيها حقيقي. من 2019، نفذت 2020 2021، ومحل انظار العالم كله كله النهارده عايز يشوف الحدث ويتفرج عليه. احنا حاسين النهارده عيد حقيقي، حقيقي فعلا 3 ابريل مش هننسى ابدا يعني الموعد ده والتاريخ ده، يعني فعلا فعلا احنا محتاجين كمان يعني نشعر بالمعاني والقيم الجميله دي يا اسماء فعلا، يعني ونرجع لجذورنا ونفتخر بيها ونعتز بيها. صحيح صحيح، يعني هي فخر الدنيا كلها، المصريين كلهم دلوقتي على السوشيال ميديا كل حديثهم عن الموكب وعن بالظبط حضارتنا العظيمة، وبدأوا ينزلوا قصص بقى عن صح الملوك المومياوات ال النهاردة 22. ايوه رمسيس الثاني بالظبط، سيتي الأول، تحتمس الأول والثاني والثالث وحتشبسوت ومرمتاح وكل الملوك. هتلاقي السوشيال ميديا كلها متغرقة بقصص صح الملوك العظماء دول وعملوا ايه في مصر وازاي من تاريخ الدولة الحديثة، أغلبهم من الدولة الحديثة، قد إيه عملوا نقلة تانية لمصر في العصر ده، ولحد دلوقتي إحنا عايزين نفتخرهم. طبعا، ودي فرصة جميلة ان احنا نفتكر ونفتخر كمان بانجازات المصريين القدماء ونبقى بنتكلم عنها وبنقولها بينا، يعني بينا دلوقتي بنتداول ده. احنا بنشكرك جدا جدا على وجودك معانا. شكرا يا اسماء، اسماء نورتينا. شكرا شكرا يا رغدة ورضوى، وانا انبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. واحنا اكتر. شكرا اسماء رؤوف من سفراء وزارة السياحة والآثار، شكرا جدا.